خريجات يحتفلن على طريقة أيمن حسين. شاب مغترب يلتقي بوالدته بعد سنوات من الفراق. وطفل عراقي يعطي درسا بعزة النفس. والمزيد من قصص وأحداث السوشيال ميديا، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا، وأبرز ما تم تداوله محليا. سنبدأ من لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني برئيس اتحاد الكرة عدنان درجال ومدرب المنتخب الوطني خيسوس كاساس، حيث دعا السوداني شخصيا للقاء كاساس من أجل التباحث معه في أمور تخص مشاركة بطولة آسيا، وأشار إلى أن الاتحاد يسعى لمنح تضمينات للمدرب، مؤكدا أنه والحكومة والجمهور العراقي متمسك بالمدرب كونه بدأ بوضع الكرة العراقية على الطريق الصحيح. دعونا نشاهد. ترحيب بالأخوة الأعزاء كابتن الاتحاد الكابتن المدرب الأبطال. ابتداء أنا أهنيكم بصراحة بدون أي مجاملة، أهنيكم على الأداء اللي قدمتوه اللي أسعد كل أبناء الشعب العراقي. فعلا عندنا منتخب مفتخر فيه، مستوى متصاعد من الأداء، فريق متجانس، لعب حقق نتائج، فوز في 3 مباريات، منتخبات مهمة فاز عليها. كابتن أيمن لحد الآن هو هداف بأهدافه المهمة. هذه كرة قدم، فوز وخسارة، لكن اللي شفناه أداء مغاير، يعني حقيقة نشعر بالارتياح أنه عندنا منتخب بهذا المستوى. مشاهدينا، هذا اللقاء أشاد به الجميع وعبر المتابعون عن فرحتهم بدعم الحكومة للرياضة بهذا الشكل. أحمد الأسدي كتب: هذا الشغل الصح كاساس رجل المرحلة، ورحيلة معناه رجوع المنتخب إلى الصفر. تمسكوا به رجاء، وشكرا على هذا اللقاء الجميل والمثير الذي بين هوية العراق الحقيقية. علي الشمري علق: خطوة كلش حلوة خصوصا بهذا الوقت لترطيب الأجواء وإظهار الدعم المعنوي من أعلى رتبة بالدولة. أما محمد رضا فكتب: أحسنت، يجب تضمين كاساس من أعلى سلطة بعد مشكلة المؤتمر واللي حصل من قبل إعلاميين، ووضع حد للقنوات والبرامج والنقاشات البعيدة عن الرياضة وخدمة الرياضة العراقية. مشاهدينا، أيضا في الترند الرياضي تصدر بيان الاتحاد الآسيوي الترند وأثار غضب الجمهور العراقي، حيث أصدر بيانا توضيحيا حول قرار الحكم الإيراني خلال مباراة العراق والأردن، مؤكدا أن قرار الطرد كان صحيحا استنادا إلى مادة ضمن قوانين المجلس الدولي لكرة القدم في بند المخالفات، وتحديدا تأخير استئناف اللعب بشكل مبالغ، والبطاقة الصفراء الأولى جاءت لاعتراضه على الحكم. مشاهدينا، الجمهور العراقي الذي تأثر بخسارة المنتخب وبطرد اللاعب أيمن حسين تفاعل بشكل كبير من خلال مواقع التواصل، فطريقة احتفاله بتسجيل الهدف أصبحت ترند وباتت تستخدم في الاحتفال. ففي جامعة البصرة ظهرنا 3 فتيات يحتفلن بتخرجهن على طريقة اللاعب أيمن حسين. احنا مهد الديانات وليس ذات السماء، احنا العرب التاريخ والمستقبل، احنا الثقافه والحضاره، احنا بيت الشعر والقصر، احنا ممن تعلمتم منهم واحنا من علمكم، واسالوا شغلمان. وإلى موضوع آخر، شهد العراق منذ ظهور وسائل التواصل الاجتماعي انتشار جرائم الابتزاز الإلكتروني، وأصبحت مثل هذه الجرائم مصدر قلق لجميع أفراد المجتمع وخاصة النساء والفتيات، حيث ذهب ضحيتها الكثير. في الفيديو التالي سنشاهد مفارز مديرية مكافحة الإجرام وهي تطيح بمبتز إلكتروني ساوم فتاة بمبالغ مالية مقابل عدم نشر فيديوهات خاصة على مواقع التواصل.
عرضناه ببرنامج الانستغرام مواليد 2006 وانا مواليد 2004. ففتحنا كاميرا ضلينا نفتح كاميرا ما ادري شنو وياها، فسجلت شاشه. من سجل الشاشه هي مثل مرتين يعني ثلاثه، بعدين قلت لها انا صورت الشاشه، قلت لها لا ما تدزي شو اسمه الفلوس وما تعطيني فلوس انشر الفيديوهات بالفيس. فاتفقنا على الفلوس، اعطتني مليون. اول مره شفت الشغله سهله من اعطتني الفلوس المليون، فثاني مره قلت لها 10 ملايين، قلت لها اذا ما تعطيني انشر الفيديوهات مالتك على الفيسبوك. فبعدين هي قالت لي مين اجيب لك ما ادري شنو، قلت لها مالي دخل دبري لي الفلوس. مشاهدينا التعليقات كانت كثيرة على هذا الفيديو. إبراهيم كنعان كتب: بطلوا هالسوالف، بطلوا هالحركات، خافوا على نفسكم، خافوا على سمعتكم وسمعة عوائلكم. يا أخي أنت شاب اشتغل، شلك بهالسوالف عرض عالم هذا. أما شيرين كمال فكتبت: معقولة لحد الآن أكو هيش سوالف يهدد بنشر، وأكو عقلية تعبانة على كل اللي دا نشوفه ادز صور وفيديوهات. أما مصطفى أمير فكتب: عقوبتها سجن من 6 سنوات وأكثر حسب آخر قرار، يعني أنت اللي تبتز ما تخاف من السجن، ترى الأجهزة الأمنية تقدر توصل لك وين ما تصير. مشاهدينا من هذه التعليقات ننتقل إلى موضوع آخر، حيث انتشر فيديو لانتقاد طالة عمل وزارة الموارد المائية بعد أن صور مواطن عمل الوزارة أثناء تنظيف النهر، لنشاهد. يعني انا اريد افهم هذا اللي ينظف بالمي ما يخالف، غير يذبل الوساخه يذبها مع وين راح يذبها بابا يذبها بنص النهر. يعني والله العظيم ما ادري هاي شديت هاي ما دافتم والله ما دافتم. مشاهدينا انتشر فيديو بشكل واسع على مواقع التواصل لأهالي الفلوجة وهم يطاردون أشخاصا مقنعين يطرقون أبواب المنازل ليلا ويهربون. وإلى موضوع آخر، بطريقة جميلة وغير متوقعة فاجأ مغترب والدته التي لم تره منذ سنوات، لنشاهد. وإلى فيديو آخر لطفل عراقي يعطي درسا بعزة النفس والكرامة، يبيع المناديل الورقية ويحصل على 2000 دينار فقط في اليوم. دعونا نشاهد هذا الفيديو. اللي بالمدرسة لا يمدون دينهم ولا محتاجين، اصلا انا ما محتاج فلوس الدولة. انصح اللي بعمري واللي بجدي واللي يشتغلون واللي يدرسون لا يمدون دينهم ولا محتاجين، احنا الفقراء ما محتاجين لفلوس الدولة. حلو. احنا محتاجين نشتغل بديننا بعرق جبيننا. ايه. انت اليوم شو تبيع؟ ابيع كلينس. والله ابقى لك كلينس هذا 2 بلب. ليش تبيع لك كلينس؟ 2 بلب. 2 بلب. ايه. باليوم ايش قد تطلع؟ طلع مرات 2000 مرات. الرزق بيد الله. ايه. وانت مقتنع؟ مقتنع بعد شو اسوي؟ ايه. وهذا كنيس نبيع احنا 2 بلف. 2 بلف، منين تجيبه وين تبيعه؟ نجيبه من ولد هناك نشتري ب3.5 ونبيعه ب5، يعني نبي ربح 1500. ما محتاج واحد. لا ما محتاج واحد. والله. والله العظيم. لا دولة ولا. ابد لا دولة ولا مديدة اصلا، والله ما مديدة دولة. مشاهدينا تفاعل الكثير من المتابعين مع كلام الطفل وأشادوا بقوته وثقته بنفسه. منتهى الآمال كتبت: الابتسامة لها معاني كثيرة، فقر وطموح وواقع حال، ربي يحفظك وإن شاء الله نشوفك بأعلى المراتب. مؤمل الربيعي كتب: الكرامة وعزة النفس جينات تتوارث ولا علاقة لها بالحالة المادية للشخص، ربي يحفظك ويرزقك. أما أم عاتكة فكتبت: هنيئا لك على هذه الثقة،
لأنها ستجعل منك شيء كبير في هذه الحياة. موفق إن شاء الله وتظل روحك نظيفة. مشاهدينا، من هذه التعليقات ننتقل إلى أبرز الترندات العربية مع فيديو من غزة لجندي إسرائيلي يدعو لقتل كل عربي باعتباره مشتبها به قبل انسحابه من خان يونس جنوب قطاع غزة. אני עוזב עכשיו את חאן יונס ברגשות מעורבים. מצד אחד שמחה גדולה, אנחנו כבר לא בתקופה של פוגרומים ששחטו, אנצו והתעללו בנו ללא תגובה. ברוך השם החרבנו להם שטח עצום, הרגנו בהם עשרות אלפים של המלאקים. מצד שני עוד לא הגענו להיות צבא מוסרי, וזאת המלחמה האמיתית של עם ישראל. כל השאר הסתדר אחר כך בקלות. מוסרי זה להבין שכל ערבי הוא חפץ חשוד. אולי הוא טוב, אולי הוא פצצה, אבל הוא חשוד. מוסרי זה להוציא להורג את כל המחבלים אחרי שחוקרים אותם. מוסרי זה לכבוש וליישב את כל חלקי ארץ ישראל, וכל מקום שנשאיר בו כן צרעות יתנקם בנו במוקדם או במאוחר. ההבנה הזאת היא מצילת חיים. חייבים להבין את זה בשכל לפני שהאויב יסביר לנו את זה עם דם חס וחלילה. בהצלחה לכולנו, לכל עם ישראל במערכה. وإلى فيديو آخر أيضاً من غزة يظهر مدى وحشية الجيش الإسرائيلي حتى مع كبار السن، حيث ظهر مصن فلسطيني يروي أساليب التعذيب المهينة التي كان جيش الاحتلال يمارسها بحق المعتقلين. دعونا نشاهد. أول ثلاث أربعة أيام والله 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 أربعة أيام لا مي ولا أكل ولا شرب ولا أي حاجة. أقول له بس بدي نتفك مي قبل الجسم، يمسك لي بقصة المي يديرها قدامي زي هيك ما يرضى يخلينا أشرب. وأنا ميت من العطش، تعذيب بقول لك بعد هيك تعذيب ما فيش، صفائحي كله مكسر، صدر شبكة صدر كلها من ورا ومن قدام كلها مكسر. حقت لما بدي اقوم غير ان حدا يقوم، ما بقدرش اقوم لحالي. لما بدي اقعد على الارض ولا غير اثنين يمسكوني وقعدوني على الارض. مشاهدينا، التعليقات جاءت غاضبه من وحشيه وجرائم الاحتلال المستمره على مرأى ومسمع من العالم. احلام سعد علقت: اهالي غزه يموتون بينما العالم يتفرج بألم دون تحرك جاد لإنقاذهم، ولا أعتقد أن تعاطفكم له قيمة إذا لم يتبعه تحرك جاد لوقف أو لتوقيف هذه الجرائم. ناصر حمدان كتب: فعلا إجرام ما بعد إجرام، الشعوب الحرة في هذا العالم يجب أن لا تنسى هذه المشاهد ولن تجعلها تتكرر في أي بلد. أما إسراء الشيخ فكتبت: البرد القارس، المطر، الفيضانات، الجوع، القهر، التشريد، القصف من كل جانب، وصف بسيط لأيام أهلنا في غزة، ولا كلام يمكن أن يصف الحال ماذا بعد. مشاهدينا، ننتقل إلى فيديو آخر لطفلة فلسطينية تتحدث عن اشتياقها لبيتها ولكل شيء فيه، فمنذ أكثر من 3 أشهر هؤلاء الأطفال حرموا من أبسط إمكانيات الحياة. لنشاهد. شو مشتاق البيت؟ للغسالة، للثلاجة، لحرماتنا، لفرشاتنا، لمكان نومنا، يعني مشتاق للشبابيك اللي كنا يعني نطلع فيها، الحارة، الجيران، لكل إشي، لكل إشي صار. هم عاوم حكونا يعني قريبنا، قالوا لنا إنه انقصف. وإلى مقطع فيديو متداول لصحفي فلسطيني يستعرض الأسلحة التي تركها جيش الاحتلال بعد انسحابه من شمال غرب غزة للمرة الأولى منذ بدء العملية البرية. أنقل لكم المشهد والصورة من أمام هذه الدخائر الإسرائيلية التي وجدناها في إحدى التكنات العسكرية الإسرائيلية في العدوان الإسرائيلي الذي لا زال على قطاع غزة. هذا العتاد وهذه الصواريخ التي أقف أمامها الآن هي صواريخ تمت بها مقتل الفلسطينيين الأطفال المدنيين في قطاع غزة. هذه الدخائر تركها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة بعد انسحابه من شمال غرب غزة، تحديدا على شاطئ بحر غزة. هذا العتاد كله وهذه الصواريخ تم بها قتل الفلسطينيين عمدا، والإبادات الجماعية حلت بفعل هذه الصواريخ. هنا أنقل لكم المشهد والصورة كما تشاهدون تماما. مشاهدينا، والآن نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود.
بكم من جديد. نكمل حلقتنا مع الترندات العربية وفيديو للشيخة موزة بنت ناصر رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر. ظهرت بمقطع فيديو تستنكر تغرب الأطفال والناشئين وذويهم عن اللغة العربية، وقالت بأنه يؤلمها سماع لغة أعجمية على لسان أطفالنا. كم يحزنني ويؤلمني لأسمع تلك الرطانة، رطانة العجمية لسان أطفالنا وأحياناً بالأطفال ذويهم، وكنا نقول لهم تغربوا ففي الغربة منجاة وتمد، ما لكم ولغة تراجع أهلها عن ركب الحضارة وانهكتها الحروب والصراعات. نسينا أن العربي ابن أمة ظهر فيها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والعربي هو جابر بن حيان وابن نفيس والكندي وابن الهيثم وابن رشد وابن عبد الله الأندلسي وقطري بن فجاءة والقعقاع بن عمرو التميمي، والعربية هي الخنساء زرقاء اليمامة وخولة بن ثعلبة وفاطمة الفهرية وجميل أبو حيرد وسميرة موسى. ننتقل مشاهدينا إلى أبرز الترندات العالمية، ونبدأ من فيديو للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر ظهر وهو يتهرب من الإجابة عن سؤال أحد الصحفيين بخصوص اقتحام الجيش الإسرائيلي لمشفى في جنين. شاهدوا معي ماذا قال. Okay, and then my second thing, which is related but not UNRWA, which has to do with this operation that the Israelis launched in Jenin, the hospital today. What do you have any comment on that? Is this something that you think is problematic, or is it something that you look at with envy, like this is some kind of great Mission Impossible mission that we wish that we could also do? So I'd say that we strongly urge caution whenever operations have the potential to impact civilians and civilian installations. That, of course, includes hospitals. We do recognize the very real security challenges Israel faces, and its legitimate right to defend its people and its territory from terrorism. Israel, of course, has the right to carry out operations to bring terrorists to justice, but those operations need to be conducted in full compliance with international humanitarian law. وإلى إسبانيا، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمشجعي فريق كرة السلة باسكونيا من إقليم الباسك شمالي إسبانيا، كيف استقبلوا فريق كرة السلة الإسرائيلي مكابي تل أبيب بالأعلام الفلسطينية وبهتافات الحرية لفلسطين. إلى فرنسا، وفيديو لمئات المعلمين الفرنسيين وهم يشاركون في مسيرة إلى مبنى وزارة التربية والتعليم في العاصمة الفرنسية باريس للمطالبة بتحسين الأجور. Thank you.
وإلى الهند، وأكثر مقطع متداول لامرأة من نيودلهي قررت التخلي عن أطفالها، أحدهما عمره سنة والآخر 3 سنوات، تركتهم في مكان بعيد عن بيتها فجراً وذهبت. فيما بعد الشرطة فتحت تحقيقاً سريع واكتشفت أن الأم تشاجرت مع الزوج وأرادت الانتقام منه برمي الأطفال في الشارع.